من دخل في الصلاة وقد انتصفت الصلاة أو أتمت الصلاة توائم النيتين. نعم، إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام ولو لم يدخل إلا في آخرها. نعم، أو في أقل جزء منها، لأنه يلزمه متابعة الإمام، حكمه حكم الإمام، والإمام يتم الصلاة يلزمه الإتمام. نعم. وأما المقيم إذا صلى خلف من يقصر الصلاة، نعم، فإنه إذا سلم الإمام الذي يقصر الصلاة يقوم المقيم ويتم صلاته، ولا يكون تبع الإمام في هذه الحالة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الفتح لما صلى بأهل مكة، قال: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سافرون. الله أكبر. نعم. إذن هذا إجابة أيضا لأولئك الذين يسألون عن حكم إتمام الصلاة خلف إمام مسافر. نعم.